Tout de suite, édito Neji Zahiri. Neji. مرحبا مريم. قبل ما نبدا الإيديتو نحب نهني كل عمال تونس ومنظمتهم العتيده العريقه بعيد العمال. برشا حديث قال شفت انا في شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا برشا توانسه ومحللين وسياسيين تحدثوا على مجموعه البريكس وفما وامكانيه توجه تونس شرقا للانضمام لمجموعه الدول هذه. باش نذكر في البدايه بتصريح ادلى به السيد محمود بن مبروك المتحدث باسم مسار 25 جويلية اللي قال فيه تونس لن تواصل مساعي الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وستتجه الى مجموعه بريكس للحصول على التمويل اللازم. قلنا خلينا نشوفوا مجموعه البريكس شنو هي البريكس وهل الدول هذه يعني تحتكم على ماذا وشنو الثقل الجيوستراتيجي والاقتصادي والمالي اللي تمثلوا في العالم. نذكر لي بسرعة لمجموعة بريكس هي تكتل اقتصادي بالأساس يعرف باسم بريكس. طبعا الأحرف الأولى البي هي البرازيل، الآر هي روسيا، والإي الهند، السي هي الشين، والآس هي ساوث أفريكا دولة جنوب أفريقيا. التكتل هذا تشكل عام 2006 بأربع دول في البداية وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل. في عام 2010 التحقت دولة جنوب أفريقيا وأصبحت تعرف بمجموعة الدول الأسرع نموا في العالم وتقدم نفسها ككيان بديل للكيانات المالية والسياسية القائمة وأساسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتقدم مجموعة البريكس نفسها اليوم أيضا كنموذج بديل عن مجموعة السبع جي سيت. طبعا المجموعة هذه هي تعرف بالمجموعة الأقوى اقتصاديا في العالم وكقطب عالمي جديد للتخلص من ماذا؟ من هيمنة القطب الواحد يا مريم المهيمن طبعا على العالم بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية إلى عالم جديد بقطبين والتخلص من اللي تسميه خاصة وزير الخارجية الروسي اللي يسميه يعني الهيمنة الأمريكية. وهذا ما قاله طبعا وزير الخارجية سيرجي لافروف مؤخرا في ندوة صحفية قال بالحرف يا مريم سنتخلص من النظام المالي الغربي. علقت الصحيفة الألمانية دوتش فيلا في مقال بعنوان هل تصبح مجموعة بريكس بديلا لمنظومة الغرب. تحولت طبعا المجموعة هذه تدريجيا إلى تكتل اقتصادي قوي ومخيف جدا للقطب الاقتصادي التقليدي اللي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأكثر نموا والأقوى اقتصاديا في الاتحاد الأوروبي. حتى أن وسائل الإعلام قالت أن مجموعة بريكس وصلت لأول مرة يا مريم إلى تحتيم الأرقام الاقتصادية لمجموعة السبعة جسد. فما حديث كذلك ناجي عن أول مرة، يعني مش أول مرة هو يتم حديث عن تغيير العملة ولكن المرة هذه تغيير العملة اللي هي متداولة عالميا والعملة الأولى هي الدولار. حديث عن تغيير هذه العملة بعملة جديدة. بالفعل مريم برشا خبراء اقتصاديين ومنهم خاصة خبراء الاقتصاد الأمريكيين يتحدثوا عن ما سموه بداية انهيار الدولار أو منظومة الدولار العالمية. اليوم مجموعة البريكس تسعى للتخلص طبعا كما قلنا من هيمنة الدولار الأمريكي وطرح عملة بديلة موحدة بين الدول الخمس في معاملاتها طبعا تجارية فيما بينها. وهذا ما عبر عليه رئيس البرازيل لولا دا سيلفا في الخطاب اللي ألقاه في زيارته المؤخرة للصين في مدينة شنغهاي ومشى حتى إلى مقر بنك التنمية الجديد اللي أنشأته مجموعة البريكس وتنحكيوا عليه ودعا فيه الدول النامية للتخلي عن الدولار في التجارة الدولية لصالح عملتها. هات نسمعوا الكليب، كان لخيان فريجي كان حاضر الكليب. كل ليلة أسأل نفسي لماذا يجب أن ترتبط كل دولة بالدولار من أجل التجارة؟ لماذا لا يمكننا المتاجرة بعملتنا؟
ولماذا لا نلتزم بالابتكار؟ لماذا لا يمكن لبنك مثل بنك بريكس أن يكون لديه عملة لتمويل التجارة بين البرازيل والصين، أو بين البرازيل ودول البريكس الأخرى، روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؟ نحن بحاجة إلى عملة تضع البلدان في وضع أكثر هدوءا إلى حد ما. عام 2014 مريم دشنت مجموعة بريكس بنك اسمه سماوه بنك التنمية الجديد برأس مال ابتدائي بقيمته تقريبا 50 مليار دولار طبعا كبديل لصندوق النقد الدولي، وعملت أيضا صندوق احتياطي للطوارئ بدعم من الدول الأعضاء من أجل سداد ديونها. عام 2021 اكتتبت في البنك هذا مصر والإمارات وأوروغواي وبنغلاديش اكتتبوا في أسهم بنك التنمية الجديد باستثمارات وصلت إلى 10 مليار دولار. وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في مارس الماضي أن مجموعة بريكس تلقت 12 رسالة من دول ترغب في التعاون مع مجموعة البريكس، منها المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، الجزائر، الأرجنتين والمكسيك ونيجيريا. والمطالب هذه باش يتم البت فيها في قمة بريكس القادمة اللي باش نعقد في جنوب أفريقيا في شهر أوت القادم. مجموعة بريكس تمثل اليوم تكتل اقتصادي جيوسياسي ضخم وأصبح مخيفا للقطب التقليدي اللي تزعمه كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا قطب مزعج جدا لدول الاتحاد الأوروبي. باش نذكر بعجالة عدد سكان دول البريكس يوصل إلى 3 مليار نسمة، تقريبا يمثل 42% من مجموعة سكان العالم و 33.7% من مساحة العالم. ويبلغ الناتج الإجمالي المحلي متاع دول البريكس البي اي بي متاعها وحده 16.4 تريليون دولار، أي تقريبا ما نسبته 22.3 من الحجم الجامعي العالمي. سمحوني، علما أن مجموعة السبعة تضم 800 مليون نسمة، وهذا اللي خلى مجموعة البريكس ترفض خاصة العقوبات اللي تم تسليطها مؤخرا على روسيا في الحرب الروسية الأوكرانية، وترغب في الاستقلال والسيادة ولا ترغب في العيش في عالم القطب الواحد. مجموعة بريكس تلقات أيضا طلبات الانضمام إليها من دول الجزائر، المكسيك، الأرجنتين، مصر، السعودية. في قمة بريكس القادمة قد يتم، وهذا مش يكون بشكل مفاجأة للعالم، قد يتم الإعلان عن بعث عملة موحدة بين الدول الأعضاء. وهذا ما قاله سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي مؤخرا، قال أن التحول نحو العملات المحلية في التسويات المالية بين الدول بدلا عن الدولار أصبح نهجا لا يمكن إيقافه، هو تشكيل عالم متعدد الأقطاب هو أمر حتمي. بديت تعامل يعني حسما تبعه بديت تعامل ببعض العملات يعني نيش. فعلا البرازيل والصين أعلنوا مؤخرا تقريبا من حوالي أسبوعين على اتفاقهم على التعامل بعملاتهم المحلية والقطع مع التعامل بالدولار في التبادل التجاري. المملكة العربية السعودية اللي هي أكبر منتج للنفط أعلنت مؤخرا عن انطلاق مفاوضات مع الصين لاستبدال الدولار باليوان الصيني في التبادل التجاري. الصين ولات من حوالي تقريبا سنة تتعامل بعملتها المحلية اليوان في التبادل التجاري مع روسيا وباكستان والهند وكذلك كازاخستان، في ظل حديث بعض خبراء الاقتصاد والسوق المالية عن ما سماوه بداية انهيار أو تراجع الدولار. باش يخطب بتساؤل ويخلي معناها السؤال معناها الإجابة عليه للخيان وحتى للسادة المشاهدين، السؤال مطروح اليوم، هل تتجه تونس فعلا نحو الشرق، نحو القطب العالمي الجديد اللي بدأ يتشكل اليوم، وتستفيد من توسيع علاقاتها مع دول بريكس؟ شكرا ليك نجي.